لو حد متعرفوش خانقك بالشكل ده وهيموتك. ركز في الفيديو ده مهم جدا. تمام يا كابتن، خانقني بالشكل ده، كل اللي ياخدونا بالطريقه دي اكبر اكبر غلط تماما. طب انا اعمل ايه واتصرف ازاي؟ لا كبير ولا صغير، كله هيقدر يعملها باذن الله. ان يقول لك هات دماغك كده واقلبه، وان يقول لك دخل دي تحت دي كده، ده كله غلط ومش صح. اول ما بيجي يخنقك بلف ايه رقبتي بالشكل ده، بصدر العضله دي للحاجه اللي خانقاك بالطريقه دي، بصدر العضله دي ليها بالظبط كده بالطريقه دي. حاول تلف رقبتك كده، هتلاقي دي بقى عندك شدت وبقى قويه، بخلاف دي بتبقى ضعيفه جدا. يعني لما يجي يخنقك بعمل ايه؟ اخنق واخنق جامد جامد جامد، مفيش اي حاجه. ليه؟ لاني مصدر العضله للحبل ده او للحزام ده ايا كان اي اتجاه كده، لكن اخنق كده جامد اموت. المرحله الثانيه اللي هي الضرب بقى، علشان افك من الخصم خالص، اخنق واحد بشد ده كده، 1 2 بعد 2 وقلب. طبعا مش هتعرف تعمل الكلام ده من اول مره، لازم تتمرن عليه، وهات اخوك او صاحبك وابدا اتمرن على الحركه دي كتير جدا علشان تقدر تنفذها بسهوله.